اهلا بحضراتكم من جديد. يعني للاسف يعني جالي خبر يعني كان صعب جدا بصراحه. يعني نفسي حد يكذب الخبر ده يا جماعه، بس طبعا هم بياكدوا عليا وفاه الاستاذ خالد العشري، يعني الله يرحمه الناقد الرياضي بالمسا. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني البقاء قدام لله. وطبعا يعني باسم جماهير النادي الاهلي وباسم قناه النادي الاهلي بننعي هذا الرجل الكريم، يعني رجل يعني كانت اخلاقه سبحان الله، سبحان من لا الدوام. يعني البقاء لله، البقاء لله والدوام لله. وطبعا بننعي زميلنا في القناه طبعا، او بن يعني بنبلغه عزانا زميلنا محمد قلبه.